أقامت أسقفية الشباب مساء يوم السبت الماضي احتفال بمسرح الأمبرويز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اختتمت خلاله العام العشرين لمهرجان الكرازة، وافتتحت الدورة الجديدة للمهرجان لعام 2024 تحت شعار الرب نوري وخلاصي. نشكر ربنا وصلنا لعشرين سنة فيها تعب وبذل وجهد جبار من كل الفريق. أولا بنشكر سيدنا قداسة البابا تودروس الثاني على هذا المهرجان الجميل، سيدنا أنبا موسى، سيدنا أنبا رافائيل، كل الآباء الأسافة والمطرنة. عايز أقول لك إن الثمار اللي كانت واضحة النهاردة من الكورال اللي كان شغال شامل كل الفئات، وكانوا شغالين بأسلوب رائع وجميل. شرف كبير ليا إن أكون واحد من ضمن مؤلفي شعار مهرجان الكرازة، وحاجة عظيمة جدا إن كلماتي تتحط في شعار يعني كل الكنائس بتردده. شرف كبير ليا، وحابب أشكر كل شكر المهرجان الكرازة لأنهم بجد بيبذلوا مجهود جبار عشان يطلعوا الحاجات اللي احنا بنشوفها كل سنة. فرحة جميلة جدا، احنا دايما فرحانين مع الأنبا موسى وبنحس بإحساس جميل جدا، كل سنة الإحساس بيزيد أكتر من الأول، بنحس إن احنا فعلا أسرة، بنتعرف على بعض، بنستنى من السنة للسنة إن الأيام دي تيجي. كلنا بناخد أجازات من الشغل مخصوص علشان إن احنا نكون موجودين مع بعض، ناخد بركة. بنتعب بس التعب كله بيتكلل بالفرح بتاع المهرجان. والسنة دي مع الحفلة دي فكرتني بالحفلة، أول حفلة البابا شنودة عملها سنة 2004 كانت هنا في الكاتدرائية لما أعلن المهرجان وابتدينا بالشعلة، كان فرحة كبيرة جدا، وحسينا بنفس الفرحة دي النهاردة بوجود الأنبا موسى والأنبا رفائيل والأباء الأساقفة، كانت حاجة قوية جدا، وبجد كان الناس كلها فرحانة. كورال الأم النور بتاعنا من الأقصر، احنا مشاركين في مهرجان بصفه مستمره، اخذنا كؤوس طبعا لمده 7 أو 8 سنين، فبالنسبه لنا ان احنا السنه دي ناخد دعوه ان احنا نشارك في حفله كبيره وايفنت كبير زي ده، كان بالنسبه لنا مفاجاه كبيره جدا وحاجه تشرفنا جدا جدا يعني الامانه. يعني هو 20 سنه فعلا خدمه، ما احنا تعلمنا كتير من سيدنا الانبا موسى ربنا يديله الصحه وطوله العمر، ان هو بيشتغل بنحنه. لما بيجي يعمل شعار المهرجان بيعمل اجتماع للاباء وعلشان كمان يحطوا الشعار، ما بيشتغلش بالأنا حقيقي، بيشتغل مع مجموعة وبيشجع كل حد من الصغير للكبير، فروح التشجيع موجودة. لما بيجي يعمل لجنة تحضيرية كمان لإعداد كتاب المهرجان كتير بيشتركوا، زي ما شفنا النهاردة قد إيه مشتركين في كل المهرجان، بيهتم من مرحلة الطفولة الحضانة حتى مرحلة المسنين، جميع المراحل السنية والعمرية مهتم بيها، ما بيتأخرش عن حد حقيقي في الخدمة، وبيحب كل الناس، بيحب كل إنسان زي ما هو شعاره. حضر الاحتفال نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ولفيف من الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة. شهد اليوم كلمات للأباء الأساقفة وعرض كورال قدم ميدلي ضم جميع شعارات المهرجان، بالإضافة للمسة وفاء وتكريم لخدام المهرجان الراحلين. وفي الختام تم تكريم جميع خدام المهرجان وإطلاق شعار الدورة الجديدة الرب نوري وخلاص.